ما وقع والو، الامور تحت السيطره، كل شيء بخير. كاين غير لونسمون ديال الكافي تياتر، الحلم اللي شحال هادي وحنا تنتسناو هذا النهار هذا. الحمد لله بعد 5 سنين ولا 6 سنين ديال التماره، وصوبنا ليسباس وقلبنا عليه وديكوريناه، تنظن باننا حنا واجدين دابا باش نلونسيو هذا المتنفس الجديد في كازا للناس ديال كازا والشباب اللي عنده اي موهبه يجي مرحبا به على الراس والعين. هذا ليسباس ماشي غير ديال ليكيب ديال اوموغاجي، مي ليسباس مفتوح للشباب، في اي واحد عنده شي موهبه يجي مرحبا به على الراس والعين. كيف ما شتي راه سميناه بوزاغ، يعني الناس بغينا تجي دير واحد لابوز، ترتاح، ديكونيكتا من العالم على برا، تكونيكتا معنا حنا، تضحك واحد شويه، تجيب دي وتجيب في الهضره واحد شويه، فهمتيني؟ بغينا الناس يدخلوا كاعين ويخرجوا فرحانين، وسيرتو يهضروا مع بعضياتهم، حيت دابا تنشوفوا بعدا ما كاينش الريزو هنا واقيلا في الكافي تياتر، تنظن من الاحسن ما يكونش، باش الناس من يجيو حطوا التليفونات واحد شويه، ما غاديش يكون متفرج، ولكن غادي يكون طرف في السبيكتاكل، لانه حتى هو غادي نديروا معاه دي كونسيبت، وغادي نصوروا معاه دي فيديو، حتى هما غادي نطلعوهم لاسين، غير جاو راه كاين الخير. بغينا نرتاحوا ونصوموا حتى حنا بحالنا بحال الناس عاديين، وما عندناش شي بروجي اللي ندوزوه في التلفازه. ما حنا زعما تنظن بانه دابا وصلنا لواحد النيفو فيما نقدروش نخطويو شي خطوه الا ما كانتش محسوبه مزيان. يعني الا بغينا ندوزوا في التلفازه، التلفازه صعيبه، المرور ديالها صعيب، خاصك توجد شي حاجه ديال النفس، تكتب شي حاجه ديال بصح، وديك الساعه تدوز بها. ما باش تدوز تدوزها باش تدوز وتقول الناس راني هنا، تبع سبان. انا ديما تنقول راه ما يمكنش نحكم على الاعمال الرمضانيه، لانه انا لداخل، انا معاهم، انا المدير ديالنا، الشيف ديالنا، الحكم ديالنا، راه هو الجمهور، هو اللي يقول هذا مزيان، هو اللي يقول هذا خايب. حنا كاملين تنلوحوا المنتوجات ديالنا، تنحطوا السلعه، والجمهور من بعد راه هو تيحكم ديك الساعات. المدير يقول اللي بغى، ما كاين حتى شي سر من غير الخدمه. هو انه هذوك الشخصيات بديناهم بواحد الشكل في السيت كوم، بغينا نطلعوا النيفو، بغينا نكتبوا شي حاجه جديده، بغينا نزيدوهم شي اضافه. دوك جلسنا الارض مزيان، كتبنا مزيان، حطينا المواضيع اللي نكتبوا، ما كثرناش الحلقات بزاف، درنا الحلقات يكونوا قصار 3-4 دقائق ماكسيموم 7 باش الناس ما تملش عاوتاني. درنا 9 ديال الحلقات، ما درناش 30، 9 غادي نفرقوهم على ما تبقى من رمضان ان شاء الله. دوك وتنظن بانه اي حاجه تتخدم من القلب راه كتوصل للقلب، والنجاح ديال بيبي راه السر ديالو هو الخدمه والكتابه، باش نقدموا واحد المنتوج زوين للجمهور. لا ما مخاسمش، لا ما مخاسمش، انا مع الاعلام، انا ما تنبغيش غير نبان باش نبدا نكلاشي، وباش نبدا نجاوب على واحد ونجاوب على هذا ونجاوب على هذا، غادي نبسالو، فهمتيني؟ تنظن بان الناس ما تيهمهمش هذا الشيء، فهمتيني؟ دابا هذا المشكل اللي كاين هو انه ولاو تيبانوا بزاف المشاكل من والو، بنادم باغي غير يهضر باش سميتو تبان، باش يدير البوز، باش فهمتيني؟ انا بعيد على هذه البساله هذه، بعيد. انا تنظن بانه الا كنت كنحترم راسي كفنان، خصني نقدم الناس المنتوج الفني وهم يحكموا، اما باش ندخل انا اعلاميا نبدا نجي عند الاعلام باش نقول لهم هذاك دار ليا وهذاك فعل ليا وهذاك ترك ليا، وعلاش هذا يقول وعلاش هذا يجاوبني ويشوف هو راسه، انا وانت فهمتيني؟ ذاك الرد وذاك الهضره ما تنبغيش ندخل فيها، انا بعيد تماما البعد عليه، ما باغيش مشاكل تلقى راسي فيهم، ولكن ما تنبغيش ندخل الجمهور في هذه المشاكل، يقدروا يتجيراو بشكل واحد اخر. ما تنردش عليهم، لانه الا رديت عليهم الرد ديالي غادي يكون قاصح. علاش؟ لانه انا ما عنديش شي حاجه تنديرها بلا اوراق، فهمتيني؟ كاين واحد الكونترا ملي تتخدم معايا راه تتسينيها انت، تتوافق عليها، من بعد ما عجباتكش راه ما عنديش مشكل، راه ماشي انا مسيني معاك باش تخدم معايا حياتك كلها. تقدر تمشي تعيش اكسبيريونس واحده اخرى، تقدر تمشي تجرب حاجه واحده اخرى، ما تفاهمناش في الخدمه. الناس تخرج مع من من من, من المجموعه تتكون بخير في الاول، تكون ترونكيل، تبدا يبان لها الحياه، تبدا يبان لها لي سبيكتاكل، تتوفر الناس واحد لي كونديسيون فين يلعبوا، تتجيب جمهور باش يلعبوا، تتوفر ليه كاع لي كونديسيون باش يلعب، من بعد ملي ما تتفقش معاه باش يبني حياته، باش يبني كارير ديالو، اسهل حاجه يقدر يدير هي يسبني ويريبني، هي يدخل فيا، هي كلاشيني، باش الناس تبدا تهضر عليه، باش سميتو تزيد تكبر. دونك انا الا جاوبتو غنوليو داخلين في داكشي ديال قال قلتي وكذا. علاش؟ انا تنعرف ندير الفن، غنجاوب بالفن، بوان فينال. دونك اللي انا كيف ما تيتفاجئوا الناس بدوك التصريحات، حتى انا تنتفاجئ فيهم. كنت غادي ندير زعما، كنت غادي ما بغيتش نوصل لدعوه قضائيه، ما بغيتش نكبر الموضوع باش ما نبانش ظالم، ولكن الى الناس زعما هاد الناس اللي تنهضر عليهم استمروا في التشهير، وفي حيت اللي تيتسني شي درهم الناس منين تيشدوني انا من الفلوس، تيقول لك هاد السيد ما تيخلصش الناس. سؤال بسيط جدا، كون ما كنت انا تنخلص هاد الناس، حيت هذاك الشيء اللي نخلصهم به راه باين قدامهم، عارفين شنو كاين. كون راه
ليكيب كلها مشات، يسار، رشيد، سعيد وديع. الا ما كانش عندهم الربح في هذه ليكيب خاصهم يمشيو فحالهم، ما عندهم ما يديروا، ما عندهم ما يديروا بطاليس، ما عندهم ما يديروا بهذه المجموعه هذه. الحمد لله احنا بيناتنا لداخل تيقين في بعضياتنا، تيقين في راسنا، مسودين اي حاجه جات على برا مرحبا، ما كاينش غرام المشكل، ولكن احنا لداخل راه محصنين. ما كاينش احتكار نهائيا. انا نشوف اي واحد بغى يمشي يعيش تجربه واحده اخرى الله يسهل عليه. ما عنديش، ما بغيش انا، ما بغيش نحكمها باش يولي انا هو الواعر. انا لا بالعكس، انا باغي ندير غير خدمه نقيه تيجيو عندي، حيت الشباب تيثقوا فيا فنيا، تيقول لي فكره تنديفلوبيها معاه، تنقولش ليه سير صور والسلام، لا تنقول ليه لا ما مزياناش، سير عاود فكر، اجي نجلسوا انا وياك، نزيدك نويطه، نزيد نعاود نديفلوبي معاك فكره، ما خصهاش تصور هكا، خصها تصور بحال هكا، تيثقوا فيا فنيا. نقدروا ما نتفاهموش، نقدروا نديروا فيديو جوج ثلاثه، طلع معنا لاصين وما نتفاهموش، من بعد الله يسهل عليك. انا اللي ضده هو دوك التصريحات ديال قال قلتي وكذا وهذا، ولكن انا شوف انا عاذر اي واحد خرج قال لي انا عارفهم شنو باغيين يديروا. دابا لوبجيكتيف هو يبنيو سمياتهم، دونك الله يسهل عليهم، الله ييسر لهم الامور. الجمهور انا مشيت نتلاقى به سواء في لي سبيكتاكل سواء في الزنقه، راه الناس فاهمين وعارفين شنو كاين. لا سؤال زوين عجبني بزاف، ولكن لا ماشي تيدوز على وجهي، ولكن تيدوز لانه تنحاولوا اي حاجه نكونوا فيها احنا تكون مغيزه، دونك الناس تيثقوا فينا، لانه الحمد لله تيقول لك تيعطيونا هاد الوليدات شي حاجه راه تكون ناضيه. ما تنحاولوا ما نعطيو شي لعيبه ما ترجعش، ما يرجعش شي واحد يقول لنا موديفي ولا بدال ولا، تنحاولوا المنتوج نكتبوه مزيان، تنتصادعوا عليه، تنتغاوتوا على قبله، تنقولوا لا هاد الكاك علاش انت تقول، علاش هاد الكاك يدوز، لا انا الكاك هذا احسن منه، هذا قوى منه، كاين نقاش، ولكن هادشي كله راه في الصالح العام ديال المنتوج الفني. تنظن هذاك الحرب اللي كاينه بيناتنا هي تعطي هذاك المنتوج الفني اللي في الاخر، حيت العمل اي عمل تنديروه تنديروه مجموعين، ما كاينش شي واحد فينا تيدير حاجه بوحده نهائيا، ني طاليس ني ليكيب كلها تنخدموا اون جروب. والدراري راهم اونكاجين، الدراري دي زاسوسي معايا في لو كافي تياتر بوقتهم بالمجهودات ديالهم. شكون اللي غيلعب في هذا لو كافي تياتر؟ راه انا وياهم، فهمتيني؟ دونك بالنسبه لي ماشي ضروري يكونوا في الوراق، ولكن هما راه كلشي ديال، شوف انا راه ما عنديش مشكل مع الدراري، شي ليكيب ديالي كامله ما عندي مشكل مع حتى شي واحد نهائيا. غا الناس يبغوا يخلقوا هاد المشاكل، تيشوفوا مثلا مشينا لسبيكتاكل في شي مدينه ما مساش معنا شي واحد لظروف ما، تيولي راه لا راه عنده مشكل مع طاليس. وعلاش اودي؟ راه السيد عنده واحد مريض في العائله، شنو نقول ليه ما تمرضش باش يمشي معايا؟ شي واحد عنده في الدراري عنده شي ايفينمون ولا شي باساج في شي بلاصه ما تيمشيش معنا لشي داط، وعلاش فينا هو كذا، وعلاش ما مشاش معكم هذا وكذا. دوك الناس تدوي، حنا ما غاديش نبقاو مقابلين هاد الشيء، خدامين واللي بغى يقول شي حاجه يقولها. لا حق في الكافيتيات خيا، انت نعطيك اكزومبل صغير، مثلا باسو ما بقاش معنا في المجموعه لانه هو اختار انه ما يبقاش معنا في المجموعه، وهذاك رايه يحترم على الرأي، ولكن حنا باقيين صحاب، باقيين عشران، غيلعب لو سبيكتاكل ديالو هنا، تيجي تيدير ريبيتيسيون ديالو هنا، ماشي ضروري تكون في ايموغاجي باش تلعب هنا، يعني راه تقدر اي واحد يخرج من ليكيب وغدا بغى يجي يلعب راه غيجي يلعب. هذا شوف انا تنقولها وتنعاودها، راه هاد ليسباس ما ديالش وما ديالش ايموغاجي، حنا صوبناه ايه، ولكن دابا اللي بغى يجي مرحبا به، راه نعطيهم السوارت ما عندناش غرام المشكل. المهم هو نشوفوا حنا الرواج، هو بنادم يجرب داكشي اللي بغاه، هو نشوف الشباب تيخرجوا داكشي اللي عندهم، حيت داكشي اللي شفت انا في ديك الجوله، والشباب الموتيفاسيون اللي عندهم والانرجي اللي عندهم خاصهم فين؟ هاو فين كاين؟ واجيو الكليب كيف ما شتي سميناه، راني غنوصل، ما تنهضرش فيه على طاليس، ولكن تنهضر على اي واحد تيامن بواحد الحلم وباغي يحقه راه يقدر يوصل. بارك عنا ما نعكزوا في بعضياتنا، بارك عنا ما نهرسوا في بعضياتنا، بارك ما نريبوا في بعضياتنا، بارك ما نتسناو حتى شي واحد يدير شي حاجه ونبداو نريبوا فيه، راه هذاك الوقت اللي انت تتريب فيه تقدر انت تبني وتفوتو، فهمتيني؟ خاص غير تنوض تفيق تقاتل على شي حاجه، ما بقاش بنادم عايش غير عايش، فهمتيني؟ عايش عندك اوبجيكتيف، عندك احلام تتحققهم، عندك اهداف في حياتك. وشوف انا عارف بانه زعما شنو كنا تنقولوا هاد المشطر الراجي، علاش كنا تنهضروا على الكليب؟ انا عارف بانه غادي ديرونجي بزاف الناس، غادي الناس غيقولوا هذا ما عرفتش يسحب لي راسو، بالعكس انا راه واحد سيد ترونكيل بخير، عندي تنعرف ندير خدمه فنيه هي باش نجاوب فقط. يعني هذاك لو كليب الا تفرجوا فيه راه واحد اول حاجه غتموتيفا باش نوض دير شي حاجه، هذه اولا. ثانيا فيه مثلوا معايا في وليدات ولا المنطقه ديالي ولا تنقديد اللي صوروا معايا وعجبهم الحال، ووعدناهم باش نرجعوا عندهم، لانهم درنا واحد الجمعيه في الكافي تياتر اللي غنبقاو كل مره تنديروا بها شي عمل اجتماعي في شي منطقه، واول
عمل غادي نخدموا عليه هو باش ندير واحد المتنفس لوليدات ديال الدوار ديالنا فين كبرت تنقضيت اللي تنشكرهم بزاف تحياتي الدراري وانا جاي انا جاي نصوب واحد الاسباس واحد المتنفس زوين لهم فين يبداو يدوزوا اوقات الفراغ ديالهم حيت ما عندهم فين مساكن ما عندهمش فين يتدرقوا على الشمس زعما منهم الشمس منهم الزنقه النهار كامل هو تيجري عادي جدا انا بشر انا تخلقت باش نغلط ومن الغلط يتعلموا الانسان الحمد لله انا غلطنا مثلا هذا بالنسبه ليا الى الناس يقولوا غلط انا تنعتذر منهم الى درنا شي حاجه ماشي هذيك ما عجبتكمش حنا راه بشر نقدروا نخطئوا ولا الخطا يتعلم الانسان فهمتيني والحمد لله هذاك المهم الخطا اللي قلتي راه تجاوزناه في بيبي كتبنا تكس زوين فهمتيني يعني بالنسبه للانتقادات مزيانين غير الانتقادات اللي حيت انا تيهضروا معايا الناس يصيفطوا لي الناس دي ميساج مزيان انا تنبغي نسمع انا ديما تنقول ليكيب اللي ما عندوش نعمه السمع ما عنده فين يمشي تنبغي نسمع الاراء تنبغي نسمع الناس شنو تقول تنبغي نسمع باش نديفلوبي راسي سينو غنبقى ساد على راسي حيت ما يمكنش كلشي تيصفق انا وتقول لنا نتوما واعرين خصك تسمع شويه الهضره ولا وهذه راه ما مزياناش هذه خصها تخدم وكذا دونك انتقادات مرحبا على الراس والعين ورحنا الله يجازيك بخير والله ما اشواق عاد واش نقول لك المتتبعين ديال طاليس والمتتبعين ديال جريده اشواق شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم على لي ميساج ديالكم على المواكبه ديالكم لكاع العروض ديالنا وعلى الحضور ديالكم الدائم معنا في العروض ديالنا ولهلي حشمنا معكم شوف الجمهور راه ديما تنقولها وتنعاودها هو المدير هو الشاف هو اللي تيحكم علينا هو كلشي راه الثقه ديالكم اللي تيقين فينا راه ما نكذبش عليكم راه ماشي تتمرضنا دايره عندنا واحد الثقه الكبير لانه ما بغيناش نخذلو ديك الثقه ديالكم فينا تنحاولوا ما امكن نعطيكم منتوج زوين اللي يليق بكم دونك شكرا لكم